المطلوب منا الآن أن نحلل 4 واي تربيع زائد 4 واي ناقص 15 إلى عواملها، وعندما يكون لدينا عبارة كهذه حيث أن معامل واي تربيع لا يساوي واحد أو معامل الدرجة الثانية يمكنه أن يكون إكس تربيع، إن الطريقة الأفضل للتحليل هنا تكون عن طريق التجميع، وحتى نحلل عن طريق التجميع نحتاج لأن نبحث عن عددين حاصل ضربهما يساوي 4 ضرب ناقص 15. إذا نحن نبحث عن عددين حاصل ضربهما، دعونا نسمي ذلك A و B، أي 4 ضرب ناقص 15 تساوي ناقص 60، ومجموع هذين العددين أي A زائد B يجب أن يكون مساوية لهذه الأربعة. لذا دعونا نفكر بجميع عوامل سالب 60 أو 60، ونحن نبحث عن عوامل تتكون من 4 أجزاء لأن الأعداد ستكون إشاراتها مختلفة لأن حاصل ضربهما يكون سالب. إذن عندما نأخذ عددين بإشارات مختلفة ونقوم بجمعهم نعتبره كفارق لقيمهم المطلقة. إذا كان ذلك يربككم فلا تقلقوا، لكن هذا يوضح لكم أن العددين بما أن حجميهما مختلف فقيمهم المطلقة سوف تكون 4. بإمكاننا أن نجرب أعداد مثل 5 و 12 و 5 و سالب 12 لأن واحد منهما يجب أن يكون سالب. إذا جمعت هذين العددين ستحصل على سالب 7، إذا جمعت سالب 5 و 12 سوف تحصل على موجب 7، لا يزالان متباعدان. ماذا لو جربنا 6 و سالب 10؟ سوف نحصل على سالب 4، هذا إذا جمعناهما، لكننا نريد موجب 4، لذا دعونا نجرب سالب 6 و 10. سالب 6 زائد 10 يساوي موجب 4، إذن هذين هما العددين سالب 6 وموجب 10. الآن ما نود فعله هو أننا سنجزئ هذه العبارة الوسطى. الفكرة كلها هي أن نجد أن سالب 6 و 10 يمكن أن يجزئ 4 واي إلى سالب 6 واي و 10 واي. 4 واي يمكن أن تعاد كتابتها ك سالب 6 واي زائد 10 واي، لأنه إذا تم جمعهما ستحصلون على 4 واي، ثم أن أطرافهما الباقية لدينا 4 واي تربيع، ومن ثم لدينا سالب 15. كل ما فعلته هو أنني وسعت هذين العددين ليكونا معاملات للواي. إذا جمعت هذه ستحصل على 4 واي. الآن من هنا يأتي التجميع، حيث تقوم بتجميع العبارة. دعوني أفعل هذا بلون مختلف. إذا أخذت هاتين ما الذي يمكنني أن أستخرجه من هاتين؟ حسنا، يوجد عامل مشترك 2y. إذا استخرجنا 2y 4y تربيع تقسيم 2y تساوي 2y، ثم إن سالب 6y تقسيم 2y تساوي سالب 3. إذن تحليل هذه المجموعة هو 2y مضروبة في 2y ناقص 3. الآن دعونا ننظر إلى المجموعة الأخرى. كانت الفكرة كلها تقوم على التجزيء هكذا، وفي عروض أخرى قد وضحت سبب نجاح هذا. الآن هنا العامل المشترك الأكبر هو 5، إذن يمكننا أن نستخرج 5، إذن هذا يساوي موجب 5 ضرب 10 واي تقسيم 5 يساوي 2 واي ناقص 15 تقسيم 5 يساوي ناقص 3. إذن لدينا 2y مضروبة في 2y ناقص 3 زائد 5 مضروبة في 2y ناقص 3. إذن لدينا الآن عبارتين 2y ناقص 3 عبارة عن عامل مشترك لكلاهما. إذن هذا يساوي 2y ناقص 3 مضروبة في 2y ناقص 3 مضروبة في 2y زائد 5.
لا يوجد سحر في هذا، كل ما فعلته هو عدم توزيع للاثنين واي ناقص ثلاثة. لقد حللتها لكل من هذين، لقد استخرجتهما من بين الأقواس. إذا قمت بتوزيعهما فسوف تعود إلى هذه العبارة، لكننا انتهينا، لقد حللناها إلى عبارتين ذوات حدود. 4y تربيع زائد 4y ناقص 14 يساوي 2y ناقص 3 مضروبة في 2y زائد 5، وانتهينا.